السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمنى ويلقاكم بصحة وعافية وأحوال تامة، وكما عودناكم دائما مع آخر الأخبار وآخر المستجدات. فعلى ما يبدو أن الموضوع ديال البريكس مازال ما انتهاش. الجزائر ما بغاتش تصرت ليها الإهانة والصفعة اللي تلقتها من جوهانسبورغ. ففي هذا الفيديو غادي نشوفوا صالح الأزرق وكيفاش تكلم على رافروف وقال باللي الدول اللي عندها الهيبة واللي عندها الوزن وعندها قرارات في الساحة الدولية هي اللي ممكن تختار تدخل مع المجموعة ديال البريكس، وبالتالي فإن الجزائر ما عندها لا وزن، ما عندها لا هيبة، ما عندها حتى شي حاجة من غير الطوابير. غادي نشوفوا ردة الفعل ديال الجزائريين اللي كما قلت لكم ما بغاتش تصرت ليهم الانتكاسة ديال البريكس من خلال هذا البرنامج اللي فيه صالح الأزرق. فنخليكم على الفيديو، ما تنساوش اللايك والبارتاج، كذلك ما تنساوش كتابة التعليق. أثار إعلان مجموعة بريكس لائحة الدول الجديدة المدعوة للالتحاق بالمجموعة أثار خيبة أمل كبيرة الحقيقة في الجزائر التي استبعدت من الانضمام إلى المجموعة في الوقت الحالي. فوجئت النخب الجزائرية بقرار بريكس دعوة 6 دول هي السعودية، إيران، الإمارات، مصر، الأرجنتين وأثيوبيا أيضا إلى الانضمام إلى عضوية المجموعة مطلع يناير القادم واستبعاد الجزائر. نذكر بأن بريكس تضم الصين، الهند، روسيا، البرازيل وجنوب أفريقيا، وتعد الدول الأربع الأولى الاقتصادات الأسرع نموا، وتسعى للتخلص من الهيمنة الغربية وسيطرة الدولار، وتشجع التعامل بالعملات المحلية في المبادلات التجارية. في الحقيقة عززت الزيارات الأخيرة التي قام بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى كل من روسيا منتصف يونيو الماضي والصين منتصف يوليو الماضي وهي كبرى دول بريكس، والعلاقات الممتازة أيضا بين الجزائر وجنوب أفريقيا، إضافة إلى مشاورات اللحظة الأخيرة التي كان أجراها وزير الخارجية أحمد عطاف قبل أسبوعين مع سفراء المجموعة في الجزائر، عززت كلها من مؤشرات إمكانية أن تكون الجزائر ضمن دول بريكس قبل أن تتخذ قمة جوهانسبورغ الأخيرة قرارا أطاح بالطموح الجزائري. في هذا السياق قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن معايير توسيع مجموعة بريكس تضمنت وزن وهيبة الدولة وما واقفها على الساحة الدولية، وهو الحقيقة ما زاد الطين بلة كما قال البعض. وأشار لافروف إلى أنه تم أخذ المعايير والإجراءات بالنسبة للمنضمين الجدد بعين الاعتبار، لكن الاعتبارات الأهم لقبول عضوية دولة من الدول المرشحة كانت هيبتها ووزنها السياسي وبطبيعة الحال موقفها على الساحة الدولية، لأن الجميع متفقون على أن نوسع صفوفنا من خلال ضم ذوي أفكار مشتركة وفق قوله. وأوضح لافروف أن من الدول التي تحمل الأفكار المشتركة تلك التي تؤيد تعددية الأقطاب وضرورة جعل العلاقات الدولية أكثر ديمقراطية وعدالة وزيادة دور جنوب العالم في آليات الحوكمة العالمية. وقال إن الدول الست التي تم الإعلان عن أسمائها تستوفي هذه المعايير بشكل كامل كما قال. على كل حال تقديرات جزائرية تعتبر أن التطور الأخير يفرض فتح نقاش جدي واستغلال الفرصة للتحلي بواقعية سياسية أكبر في إصلاح الاقتصاد الوطني. رئيس حزب جيل جديد جيلاني سفيان اعتبر أن الاستثمار الدبلوماسي والسياسي والإعلامي للجزائر ورئيسها للانضمام إلى مجموعة بريكس لم يستطع أن يعالج نقاط الضعف الهيكلية للاقتصاد الجزائري. تعتبر التقديرات أخرى أن حسابات بريكس ليست واضحة على مستوى المعايير والشروط الموضوعية، وأن هناك اعتبارات أخرى تتحكم في اختيارها أو في اختيارها شركائها الجدد، سواء من الناحية الاقتصادية أو العوامل الديمغرافية كأسواق جديدة تعزز التجارة البينية. ورغم أن الجزائر أكبر مصدر للغاز في إفريقيا واقتصادها متحرر من الديون وسجلت نسبة نمو إيجابية العام الماضي بلغت 4%، وبها ثالث أكبر احتياط عالمي للفوسفات وثاني أكبر منجم للحديد واحتياطات هامة من المعادن النادرة والثمينة، إلا أن كل ذلك لم يشفع لها للانضمام إلى بريكس. ويرجع ذلك بنظر متابعين لعدة أسباب
مرتبطة بحجم ناتجها الداخلي الخام وتنوع صادراتها ونسبة النمو والاعتبارات الجيوسياسية والاستراتيجية والديمغرافية وعدد السكان. مجموعة بريكس إذن والجزائر، لماذا تم قبول انضمام الإمارات والسعودية ومصر وهي ثلاث دول عربية ولم تقبل دولة بحجم الجزائر وثروات الجزائر وتاريخ الجزائر؟ كما قلنا، لافروف كشف عن معايير الاختيار وقال بأنها الهيبة والمواقف على الساحة الدولية. هذا يفرض السؤال من جديد، هل دولة مثل الإمارات وبحجم الإمارات هي أكثر هيبة وأكثر حضور دولي من الجزائر؟ لا أحد يعلم، ولكن على كل حال ربما المعلن من التصريحات أقل بكثير من الخفي من الإجراءات. على كل حال، طيب لنرى الجمهور الجزائري ماذا يرى الحقيقة في هذه الصفعة كما أسمها ضيفنا، أو هذا الإحباط الذي حصل. يعني هل الجزائر بالفعل كان يحتاج إلى هذه الصدمة حتى يعود إلى جوانبه الداخلية لإصلاحها، جوانب اقتصادية وسياسية؟ لأن الحقيقة اللي يبحث تفاصيل كثيرة يعني اللي ذكرها ضيفنا، وهناك أشياء أخرى، حتى هناك من يتحدث عن تخلف كبير للنظام المالي والنظام المصرفي. يعني بعض الأصدقاء الجزائريين يروح يقول لك حتى البطاقة البنكية يعني في الشارع وفي بعض المطاعم والمقاهي لا تستخدم، يعني وهو حال العديد من الدول العربية للأسف. يعني ما زلنا إلى هذا الحد متخلفين. طيب نأخذ مشارك أحمد من فرنسا، تفضل. السلام عليكم أخي صالح. وعليك السلام. مؤهلات إلى انضمام البريكس الجزائر، ويعني كما قال الأخ المحلل نتاعك، هذا الصفعة اللي يعني تلقاتها الجزائر. أنا أخي صالح ما نقول صفعة، لماذا؟ هي بكل صراحة الجزائر ولو حتى ما يقبلوهاش في البريكس كإعلامي يا أخي صالح، وانت تعرف ذا الشيء، عندنا نظام في الجزائر في الداخل تقريبا نقول لك كارثة، ولكن نسموا الأشياء بأسمائها. في هذا العام، في عامين تقريبا تاع الكورونا، نقولوا هذا الفانتروا، هذا 22 23، سياسة الخارج لها مواقف شجاعة، لها مواقف. وما تنساش يا أخي صالح باللي البلد الوحيد في العالم اللي ما عندهاش يعني كريدي، ما عندهاش ديون، هذه وحده. اثيوبيا احنا اللي مسحنا لها الدين. مصر كارثه. طيب اعطيني الزبده الاختصار لو تكرمت، مع هذا الذي اشرت اليه هذه الدول قبلت والجزائر لا، لماذا؟ هل تعلم يا اخي العالم اليوم هذا، ولا ربما ما تتمش معي هذه التحاليل، راهي تسير فيه الامارات وتسير فيه اسرائيل. مصر مطبعه، امارات مطبعه، السعوديه قابضه العصا من الوسط. سي نورمال يا اخي، ما تنساش باللي الوسائل. شكرا لك احمد، اشكرك احمد من فرنسا، شكرا لك. يعني حتى نختصر، قال لك الامارات هي يعني تقول كن فيكون، استغفر الله، انا لا اكاد اصدق ذلك الحقيقة يعني. طيب ننتقل لمحمد من فرنسا. محمد مساء الخير. ألو، السلام عليكم. وعليك السلام. شوف يا أخي صالح. ألو. تفضل. يا أخي صالح، حنايا كي نروحوا مع البرينكس كيف نخليو المغرب وتونس وكيفاش؟ هاو لازم نقعدوا معاهم خير. لا، أنت الآن عارف المثل اللي يقول لك لما طالش العنبة ماذا قال فيها، أنت هكذا تقول الآن، يعني لأنه لم يقبلوك في البريك صاير تبرر لي في عدم القبول. معليش يا صالح، معليش. شكرا لك يا سيدي، كاس شاي يعني بالنعناع ويطيب خاطرك إن شاء الله، تفضل. شكرا لك محمد. ننتقل لهلال من الجزائر. هلال مساء الخير. هلال من الجزائر. نعم، الجزائر دولة قوية بتاريخها وباقتصادها وبشعبها وبجغرافيتها وبي، ولكن لحد الآن على كل حال الجزائر هي في مرحلة بناء نفسها، وسيأتي اليوم الذي تدخل فيه. يا رجل، من الستينات وانتم تبنوا، إلى الآن لم تكملوا هذا البناء.
نعم من الستينات وأنتم تتحدثون على البناء، متى ينتهي هذا البناء؟ نعم نعم من الستينات ونحن نبني نبني نبني، الجزائر تبني والجزائر تتحرك وقضية وليست هناك. تفضل اكمل. نعم الجزائر منذ استقلالها وهي تبني نفسها وبسيادتها وبقرارتها السيادية المطلقة. شكرا لك هلال من الجزائر. هو الحقيقة الجزائر الآن اللي هي دولة كانت حاطة نفسها يعني 100% في بريكس كما يقول بعض المراقبين، إذا كانت الجزائر تلقت هذه الصفعة كما ذكر ضيفنا فما بالك بالجارة الصغرى تونس. الآن طبعا القيادة التونسية انكمشت داخل قصرها ولا كلمة. الوضع صعب والصفعة ثقيلة، ثقيلة على الجار الجزائر وثقيلة على الجار الصغير الذي كان يأمل في أن تتاح له فرصة للاستدانة. فالآن لا الجار الجزائر صار عضو ولا هو عنده أمل في أي مليم أحمر. عبد الله عاد إلينا من المغرب. من المغرب يا أستاذ. تفضل. عبد الله من المغرب يا دكتور صالح. أهلا وسهلا بك تفضل. والله لعله خير للإخوة الجزائريين يا دكتور صالح. والله أظن بأنه خير للإخوة الجزائريين، وأطلب من المسؤولين في الجزائر أن يعودوا لمحيطهم العربي والإفريقي ويحيوا اتحاد المغرب العربي ويقودوه حتى تنضم إليه بعض الدول، وعندها سيكون وزن لهذه المنطقة يا دكتور صالح. سلم فاك يا عبد الله، سلم فاك بالفعل. والله العظيم أنا أقول للإخوة الجزائري بأنه خير إن شاء الله عدم انضمامهم لهذا بريكس. ماذا يعني هذا بريكس؟ تعلم أن يعودوا إلينا ونعود إليهم ونكمل بعضنا البعض، وعندها ستكون قوة وهم يطلبون منا أن 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 نذهب إليهم. شكر لك عبد الله، أنا أشكرك جدا، أشكرك جدا على هذا الرأي وعلى هذه المشاعر. يا ريت السياسيين في الجزائر أيضا تكون عندهم شجاعة لمراجعة خيارات كثيرة. بالعكس نحن مع أن تبقى الجزائر صلبة وأن تبقى المغرب صلبة وأن تبقى كل دولنا العربية صلبة، ولكن الصلابة التي تنحني أمام الشقيق، لأن الأخوة ما فيها صلابة، ما فيها قسوة أمام شقيقك، لا، أنت قاسي وشديد ضد العدو ولكنك تنحني احتراما وتمد يدك احتراما لشقيقك وصديقك وجارك. من الشرف أن تتواضع وأن تتنازل الجزائر للمغرب، ومن الشرف والتواضع أيضا أن يتنازل المغرب ويتواضع أمام الجزائر، هذا هو المطلوب. وكلام عبد الله في غاية الأهمية. ياريت الآن القيادة الجزائرية تجلس مع نفسها وتقول أنه إلى متى بريكس هذا طزين ثلاثة كما يقال باللغة أخوتنا في ليبيا. طيب الآن عندك محيط آخر واسع، أنت المغرب العربي الأمة العربية، ومتن علاقاتك من هنا وهناك، أصلح علاقاتك مع المغرب، جد حلول وقواسم مشتركة. طيب مطنشين المغرب نحن ومغلقين الحدود، إيه وبعدين 30 سنة وبعدين من الرابح ومن اللي خاسر؟ كمال من أمريكا. كمال شكرا على الجزر. يا أهلا بك. أسمع فيها؟ تفضل صالح. يا نشكرك على اللي جبت الموضوع هذا. لو كان تعطيني نعطيك نقول لك واش فهمت من عند لافروف واش فهمت من البريكس. ونقول لك لأنه راهي هجوم شرس على الدولة الجزائرية، على الجزائر ككل، لأنه الأعداء بكل صراحة. ولكن أولا ما نش عارف علاش راكم يعني يو إغنور، راكم يعني يو إغنور. I'm talking about نتكلم على الصحافة ككل، الصحافة العادة العدوة للبلد الجزائر. طيب هات لي انت، احنا لا نتجاهل شيء، اعطيني انت ما هو النقاط التي نذكرها وبعجالة لو تكرمت اختصار باختصار. كل تتكلم اللي شوف الصين وروسيا وساوث افريكا كانوا حاربوا على الجزائر بان تكون معهم في البريكس، وعلى هالشيء ولكن بودي الهندي هذاك عمل الفيتو جاي من فرنسا، من فرنسا خادينه. ثانيا لافروف لما قال هذوك المعايير
تاع الدوله وهي الهيمنه تاع الدوله وكله كل، هو ما تذكرش بلي الجزائر ما عندهاش هذيك الشيء. هو عارف بلي والعالم كله يعرف بلي الجزائر لها شهامه والهيبه وكلش. انتم ما تفهموا بالمقلوب لانه تحبوا تهاجموا الجزائر، هذا هو المشكل تاعكم. جميل، شكرا لك، ما شاء الله عليك. شكرا لك. نحن طرحنا ما قاله لافروف، لم نقل نحن هذا الكلام، قاله لافروف ونحن ننتقده، وتحدثنا بشيء من صح القول حتى بالاستخفاف لما قاله لافروف. لو انت من ممن يفهمون لغتنا العربيه الفصيحه، هذا يعود لك على كل حال، افهم كما تشاء. مسعود من بريطانيا، مسعود. طيب نعطي فرصة لبعض المشاركات عن طريق الواتساب، للأسف ظلمنا جمهورنا الليلة. عبد العزيز من المغرب يقول أغلب الدول بريكس يقولوا عنها حليفة للجزائر، ومع ذلك عفوا عليها ومسحوا بها الأرض. يقول مش ما هكذا تورد الإبل يا عزيزي، يعني إذا كان أنت جالس في المغرب ترى أنه هذه الصفعة إن صحت أن يعني هي مرمطة، لا يعني قد تكون فيها فائدة كما قال أحد المتدخلين من المغرب.